بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، وحتى يرضى وإذا رضي وما بعد الرضا. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته وصحبه وأزواجه والتابعين ومن تبع سنته بإحسان إلى يوم الدين ونحن معهم أما ثم بعد. أهلا بحضراتكم في سلسلة جديدة من سلاسل التدريب والتعليم على بعض برامج العروض. برنامج النهاردة والموقع هو برنامج بريزي، هناك شروحات كثيرة على الانترنت والحقيقة كلها ممتازة واكثر من ممتازة. السلسلة دي انا واخدها خطوة خطوة بحيث ان بنتعلم مهارة في كل فيديو، وارجو ان يكون فيها فايدة ان شاء الله ومتعة باذن الله. ونبدأ مع بعض الفيديوهات، واتمنى لكم التوفيق والسعادة باذن الله. شكرا جزيلا، نبدأ مع بعض الفيديوهات. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضراتكم. هنتكلم دلوقتي على هذه الواجهة والاسرار الموجودة عندنا هنا. اولا بنلاقي هنا عنوان البريزي، مشروع البريزي اللي احنا شغالين فيه. هنا مكتوب Untitled بريزي. Untitled يعني غير مسمى، غير لسه ما تسماش. هنا بنلاقي في عندنا اسرار اللي هم الاندو وريدو، يعني اعادة الفعل الاخير او استرجاع مرة اخرى للخطوة الاخيرة او الخطوات الاخيرة. طبعا مش شغالين لان احنا لسه، او مش اكتف، مش نشيطين لان احنا لسه ما عملناش حاجة. هنا ده زر سيف بيحفظ لي المشروع بتاعي. الزرين دول هم اهم زرين، ده زر انسيرت او ادراج، وفي قائمة طويلة هنتعرف عليها دلوقتي، ودي اهم قائمة الحقيقة عندنا في البريزي كله. كاستمايز ده زر اخر، هنشوف دلوقتي بيعمل ايه، اهو زي الحاجة اللي ظهرت قدامنا دلوقتي. هنا عندي في على اليمين في زر بريزنت او عميد بريفيو او مشاهدة او معاينة للمشروع اللي انا عامله قبل ما احفظه، قبل ما اصدره يعني انشره واحوله للحاجة اللي انا عايزها. ده كله بيحددهولي هذه الازرار. هنا كلمة شير يعني بشارك هذا المشروع مع اخرين، وهنبقى نشوف ازاي. هنا عملية ضبط، لو انا ضغطت بالشكل ده كده بيديني الشاشة اللي انا هستخدمها، هل هي الشاشة الصغيرة 4:3 ولا 16:9، ولا انا قافل الموضوع ده وخلاص كده. فانا ممكن بقوم جاي محدد له اقول له والله لا، ده هيتعرض على الشاشة الكبيرة اهو، فبياخدها لي بالشكل ده. بضغط مرة تانية بيروح المربع الحواري اللي كان موجود. هنا بخرج بحفظ المشروع اللي انا اشتغلته، وبيديني بقى شكل المشروع عامل ازاي عشان ابتدي اصدره او اعمله داونلود زي ما هنشوف هنتعامل معاه ازاي. التلات ازرار دول هنتكلم عنهم دلوقتي، اللي هو الزرار ده هوم، الزرار ده اهو على طول بنضغط عليه بيكبر الشاشة، بنضغط على اللي تحته اللي هو السالب او الماينس بيرجع لي الشاشه، الزرار ده بيظبط الشاشه في المنتصف. يعني لو انا غيرت هنا بالشكل ده، خليتها صوره بالشكل ده صغيره جدا او بعدت قوي، ابتدي ادوس على الزرار ده بيظبطها لي في منتصف المكان او الكنفه، اسمها كده احنا اتفقنا المساحه دي اسمها الكنفه اللي احنا بنشتغل فيها. بنيجي على اليسار هنا هنلاقي الشرايح بتاعتنا دي اسمها سلايدز، بس هنا مش هنسميها بقى سلايدز الحقيقه، هنسميها المناظر بتاعتنا. يعني لو انا دوست هنا كده ده المنظر الاول. بص لو رحت هنا مثلا على رقم 4 اهي، وعرفت منين رقم 4؟ انا دوست عليها هنا وفي رقم 4 هنا. طب لو دوست على رقم 6 اهي، بيتحرك كان في واحد شايل الكاميرا وبيتحرك معايا، يبعد ويروح يقرب، يبعد ويروح يقرب على المكان اللي انا عايزه اهو، بروح بالشكل ده وهكذا. فين رقم 8؟ الرقم 8 اهو، وهكذا. يبقى اذا كل منظر انا هشوفه عباره عن ايه؟ عباره عن بياخد رقم بالشكل ده كده، وبيكون في اطار حواليه، يبقى كل رقم من هنا اهو. طيب اروح ادوس على هوم او الوضع الطبيعي، بيكبر لي بيحط لي الشاشه او الفريم بحيث اشوف كل المنظر بتاعي، يعني كل اللقطات بتاعتي باينه قدامي هنا. وده يمكن فرق من الفروق الرئيسيه ما بينه وبين الباوربوينت. الباوربوينت بيبقى فيه على اليسار عندي هنا السلايدز بتاعتي وشريحه واحده بس اللي قدامي، انما هنا الشرايح اهي بتاعتي او المناظر، وكل المنظر العام واضح عندي هنا قدامي بالشكل ده كده. ما بيبقاش واضح فيه تفاصيل غير العناوين الكبيره دي، لكن لما احب اشوف تفاصيل او اعرض على الجمهور او الناس اللي انا هعرض عليهم، سواء كانوا طلاب او سواء كان رئيسي في العمل بعرض عليه حاجه او بعرض اي عرض ايا كان، فببتدي الحاجه اللي جوه دي تبان امتى. يعني الكلام فيه هنا واضح ان في كلام، يبان امتى؟ لما نقرب بالشكل ده، لما نقرب بالشكل ده. طيب انا دلوقتي ببعد وبقرب ازاي؟
هنرجع دي مكانها. اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ان انا هنا ده المنظر الطبيعي بتاعي بالشكل ده كده، واحنا بنستخدم الماوس يا جماعة الخير لو الشاشة مش تاتش، او حتى لو الشاشة تاتش يبقى احنا بنتعامل معاها عارفين بنكبر ونصغر ازاي بايدينا خلاص. او لو احنا بنستخدم الكيبورد يبقى بدوس على زر كنترول وانا ضاغط، بفضل ضاغط دايس، بفضل ضاغط على زر كنترول، بفضل ادوس ايه زائد او ناقص. بس هنا ده الحقيقه مش هيشتغل يعني الطريقه دي في باور بوينت هنا، انما هنا مش هيشتغل. انا دايس كنترول اهو، ادوس زائد او ناقص على الكيبورد مش هي. امال اعمل ايه بالماوس؟ في الويل او العجله اللي موجوده في المنتصف ما بين الزر الايمن والايسر، احركها لقدام يعني ناحيه شاشه الكمبيوتر، ازقها لقدام. يبقى ده تكبير. ارجع بيها للخلف عن ناحيتي انا، ناحيه ايديا، يبقى ده تصغير. عايز اظبط الفريم بتاعي ده او الاطار ده، بروح ادوس على هوم بيظبطوا لي بالشكل ده. يبقى احنا كده اتعاملنا مع التكبير والتصغير وعرفنا الازرار اللي موجوده دي كلها بتاعه ايه. وهنبتدي دلوقتي نتعامل مع البرنامج في فيديو جديد. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.